سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء الملف الشخصي. نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سنقوم بالضغط هنا على الخصوصيات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي خاص بك، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء ملف شخصي، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.